بداية كل عام وانتم بخير جميعا، ان شاء الله بنعاد علينا جميعا باليوم المباركات. باسمي وباسم اعضاء الغرفة التجارية نتقدم بالتهاني لأسرة مؤسسة ومحلات خنفر. هذا فرع جديد لهم ليالي اسطنبول المعجنات، هذا الفرع السابع في محافظات الوطن بشكل عام. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. ما في شك كل ما زادت هذه المشاريع تزيد من التسوق، تزيد من النجاح، بتعمل هناك حيوية في الاقتصاد بشكل عام، تنعش الاقتصاد، بتحسس المواطن أنه خدماتك موجودة بشكل عام. محافظة طرقلم للأمام إن شاء الله، وستكون للأمام بإذن الله على مدار السنين القادمة إن شاء الله. في هذا اليوم المبارك يوم السبت 1/7/2017 تم بعون الله ورعايته وبظل الأمان والإطمئنان في مناطق السلطة الوطنية، نشعر بالأمان، بشجعنا ان نتطور لقدام. فالحمد لله رب العالمين، هذا المخبز الثالث في طول كريم، ويوجد ثلاث مخابز اخرى في رام الله وفرع في الخليل السابع. هذه المخابز كلياتها لنا ولاخواننا ولولاد اخواننا، ونعتز اننا نشتغل هذه المعجنات البلديه، الزعتر البلدي، الجبن البلدي، الدقه البلديه اللي عاشوا عليها ابائنا واجدادنا، بدلا من المعجنات المصطنعه مثل البيسا والنكانك واشياء اخرى لا نريد التفاصيل فيها. فمن ناحيه اولى انه بنحافظ، بنربي جيلنا، بنحافظ على تراثنا، ياكلوا الاكل الصحي الطيب بدلا من الامور المصطنعه التي يتم استيرادها بمبالغ لا تعد ولا تحصى من الخارج، ولا تعود على صحه المواطن الا بالضرر. فهذه الفكره الحمد لله تقريبا من 25 سنة بدأنا بها، ونتطور شيئا فشيئا. أهم شيء بهمنا رضا الله، رضا المواطن الزبون، يعود علينا وعلى الجميع بالخير والبركات، والحمد لله رب العالمين.